المتحف أو بالنسبة ما أي جزء توثيقي موجود بالمجتمع هو أحد مفردات ذاك المجتمع وإمكاناته على العطاء. بلا شك كل مدينة بالعالم تمتلك إرث معين يؤرخ إلى تاريخها ومفردات وجودها. البصرة افتقدت إلى هذا الشيء منذ عام 2003 ولحد الآن. احنا اليوم فرحين جدا لما نشوف شباب البصرة يتعاونون مع الجهاز المختص الحكومي وتأسس إلى هذا الموضوع الجميل. الحضور اليوم جميل جدا، نخبة كبيرة. هذا اليوم من الأيام الجميلة التي تعيد تاريخ البصرة ومكانتها الأصلية في من ضمن العراق وأيضا تاريخ العربي الإسلامي وكل، وباعتبار البصرة رمز حضاري كبير جدا حقيقة.